جديد واليوم ماينكرافت قتل التنين. حضروا على الجزء الاول وهذا الجزء الثاني من رحت البحث التنين. اليوم قتل التنين بلعبة ماينكرافت. هيا بينا للتنين. التنين وين التنين؟ بالنص عم ياخد طاقة. ها والله تنين اندرمان بدت اندرمان. ايه ايه ما حد يطلع الاندرمان. ما حد يطلع. يا رب يا رب انا انت انت اللي عنده انت اللي عنده بسرعه اني بفهم اكثر من ماينكرافت صراحه. يعني ما ما اخذته معكم تخوت. بس لفتجيكم شو مات تطويره. بس يو يو بالله لول انا بدي اتخذ توترو. بس انا ما بس ابين جيت لعندك اسبوعي. انا برايي سيف الايرون احسن سيف. اذا هلا معي كتاب راح اي اخوي ريفون كرافتن تيبل. كان في كرافتن تيبل هاي تختين. عندي تختين صار. ما عندي اكلت تفاحة وراحت. قول قول لك وين رحت وين رحت وين رحت. وينه يا اسمع استنى لا يجي عبولي. والله ناموا. خلينا ننام احسن شيء. اي لا والله روحت كل حجر اللي معي واخر شيء يا زلمه الله التنين. والله تعرف انه انا كنت عايش. والله اكثر شيء مستفزني كل العذاب تاع الزبدة. مين سكر علي هاي بالانت واخر شيء طلع التنين هون. ودي بنينا يا حرام. استنوني ماما. والله ماما استنوا هجم علي اول الدبات نعم. انا هاي 19 كل البروجي. ايه انا مكسر واحد. كل شيء لاندرمان كل شيء لاندرمان كل شيء لاندرمان. اكو جولدن ابل. لك لا لك لا كسرت اثنين. هذا لازم مساهم. لازم كنا نجيب سوم. روح هذا البرج. روح هذا البرج. لك يا اندرمان. انت ميت. دمرني الاندرمان دمرني الاندرمان. وانا عم بكسر مثل لك. شو هذا لون. يو فجرت شي. انا فجرت شي فجر. يا الله الاندرمان يتشقفني. بس كسرناه دغري. طلع لعند طلع 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 طلع. يا انزلوا انزلوا خلينا نكسر الباي. انا مكسر هاي زيها. زاب طلع انفجرين. انزلوا انزلوا ما ضر. يا رب ما يخلص بك بكاكس. كسرته معقول الكل كسرنا. لا ضل روعي روعي. ان شاء الله ما حنكسره. يا رب ما حنكسره. روح عليا روح هاي كسرها. روح يلا مرجع وجع عمودي في بني اكس. شوية خشب معنا اثنين. وصلت انا يا الله كل ما وصل واحد انفجرينا. كسرته الكل فجرينا مفجرينا. لا لا بضل بس ايه انا كسرت بقى وحدي. يلا كسروها طلع لنا. يلا ثلاثة ثلاثة اكسر هاي. كسرت وحدي. انا كسرت وحدي. بس تكسر كلكم يا جماعه. حمودي مو هاي. ضل وحدي. انا كسرت وحدي. ضل 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 اثنين تنين. تعال تعال تعال. ايه ما ضل ولا وحدي. شايف التنين عم يجي. ايه ما ضل ولا وحدي شكله. ضل ولا وحدي يا اسماعيل. التنين تعال عندي تعال عندي. التنين اعطيك وحدي. التنين شوف التنين. اوه لو معي سام لضل ضق ولا التنين من هون. شوفوا شوفوا حمود عم يضرب التنين. عم يضرب عم يضرب التنين. حتى تضل سريك ما ينفجر. ضرب عليك. ضرب علي. حسب التنين تعال عندي. التنين تعال عندي. وين 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 اسماعيل. طيني طيني هذا المعاخ. طيني اياه.
صح يعني انا مو هالقد قوي بال تموت تنين. يلا اضربه اضربه. لا ترحمه يا الجاي. دمرته 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 دمرته. دمره عبودي. والله دمرته. عبودي دمر التنين. يو تحمل زوجك عبودي. عبودي. يا اضربه اضربه. دمرت التنين. بيقعد بياخد البشر وبيقعد. شو شو شو. تنين وات التنين. والله دمه نقطة دمه نقطة دمه نقطة. يلا الساعة ساعدوني صحيح. كمان عم يموتوا كمان. الله هو اللي بيخفوا. تعالوا هون تعالوا هون تعالوا هون تعالوا هون تعالوا هون تعالوا. زت 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 زت. ضربته ضربته. ما بتقدر يضربونا. مات التنين مات التنين مات مات مات. اكس بي اكس بي اكس بي اكس بي. يسعدينهم يسعدينهم. يا الله قتلوني هدول يندرب جولدن. اوه دي وين بيض التنين؟ كله هوا عند المنار. فوتوا فوتوا على البوابة. طلعوا 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 على التنين. دمرنا التنين. اعطاني 25. اعطاني 25%. اخذت بتعطيني اياها. لا ما اخذ بيضة. اعطاني 25% اكس. مليون يكون عندي عيون. ما معنا عين هلا ما ناخذ معه. شو بيقولوا بيضة التنين. لا ماما ماما اقتله اقتله. انا باخذها. اعطوني شيء بيضة لونه اسود. ايه انا باخذها اوتا. بس ماما عين اسماعيل. يلا الحقونا الحقونا. الى الاندر. يلا عبود الحق. لا ليه مو ضروري؟ عبود جنبي انت عين جنبي عين اندر مان. عمود شو بدنا نعمل بالعيون نحن؟ ضروري تلزمنا. ليش؟ كمان نفتح البوابة ناخذ منها الفلاية. لا لازمنا اغراض كمان. كيف كيف؟ عين الاندر مان. ايه؟ قوة عين الاندر مان. ايه؟ وين صرنا نحن هلا؟ وين نحن؟ بالقلعة. ما ضل معي اكل انا بربكم. احنا بالقلعة. شو لما نعمل هلا نحن؟ هلا بناخذ الاغراض اللي تعبت مني. يو بركي دايما يقطونا. اسماعيل مو من هون من ورا اسماعيل. اوكي اوكي يلا الحق اسماعيل. يلا 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 والله صراحة يعني. حليت التنين من اجمل حلوات ماينكرافت. ما معي بلوكات معك اعطيني. تمام 59 2. دوم دوم هذي هي انا زتيتها. ما معي ما معي. لو معي والله الافين نسين واشخشنا. خلي خلي اقتلوا بالساعة. شوف الى التنين. التنين مات. اصعب قصة اندر مان رجال التنين عن جد ورجال الزومبي. هلا هو واحد هو الهوشكير. فينا نقتله؟ الهوشكير بتلاقيه بالكافي. بس فكر طار يا التنين. يا صار بيطيروا خلاص. يا مين بيطير الاندرمان؟ زين بيطيروا بيهرب برجع صاير الاندرمان. مين ما وصل ما بيجي ما بيجي. تدني طلع وحدة اثنين يا رب. عادي بس هدول في اكل اسمه عندي اسماعيل تحت. انت قصص اكلته للتنين. الله ده حمود المعنى بيعرف قصص التنين كلهم. اسماعيل عنده في اكلي وما اكلي. في اكلي للتنين. هني في هاي ذهب الى جار التنين. اندرمان 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 انتبه انتبه انتبه. لا حدا يفوت بيها هاي اذا نطلع. كسر الجار؟
هلا اذا كسرته راح يجب عليك اندرمان. شو بدي صار من منا 11 اي كسروها هاد اذا اكلتوها بتنقلك على مكافي دايما. شو بلا واحد قال 50% بدي انقع مكان في دايموند منيح. ابوكم منا يا يا حمود تنقلك محل ما بياكل هو اكلاته. ما بفهم يا شباب اندر في كثير اشياء بس انا راح اخذ اسماعيل. قتلوني كثير جماعة ستاكين تقريبا اكل اندر الى تبحث عن القلعة تنزلي راسكم هيك وما يقدركم يشوفكم اندرمان. طب شو بنستفيد من اكله؟ انا بدي افهم بس. اكله هو اكل يعني واكل بطريقه واب بوشن. في شغله كمان فيك تضربها تطلع على رفيقك نار بس احنا ما بنعرف نلاقيها. المهم اكله اوقات بينقلك على مكان اوقات كيفين بقلبه دايموند كتير. طب شوفوا لي هذا الحكي بيحكي كذب ولا حقيقة؟ شو قال؟ الاندرمان على طول ليه ما بيلقني الاندرمان؟